انا من وجهه نظري مش عارف يعني، طبعا انا عايز يعني اذا كان جاهزين معانا باستاذ عماد الدين حسيني يبقى معانا استاذ عماد. طيب هايل جدا معانا، كنت لسه اقول لكم يعني تصورات، لكن خليني اخد الاول معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير ورئيس تحرير جريده الشروق، ايضا عضو مجلس امناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ استاذ عماد الدين حسين. اهلا بيك. اهلا بيك الصديق العزيز. ربنا يخليك يا استاذ عماد. استاذ عماد، في اطار المؤتمر الصحفي اللي كان بيتكلم فيه النهارده الاستاذ ضياء، وعلى مساله التاكيد ثم التاكيد على انه الحوار ليس مؤسسه فتملي على مؤسسات اخرى ما تفعل، وانما له من المخرجات والتوصيات كيفما شاء وسوف ترفع لرئيس الجمهوريه كمان. نعم، هذه فكره محوريه منذ بدايه الحوار الوطني او الجهد التمهيدي او الاجرائي للحوار الوطني من حوالي سنه كامله، انه هذا الحوار ليس بديلا لا للبرلمان ولا لمجلس الوزراء، بمعنى انه لا ياخذ دور، لانه مش جهه منتخبه ممثله للجميع، هو يعني صوت يعبر عن الشعب قدر الامكان. مجلس الامناء خلق نفسه بنفسه بناء على دعوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو يحاول ان يكون صوت للشعب او وصل ما بين الشعب والمؤسسات الرسميه. دي نقطه مهمه، لان الحوار الوطني لا يستطيع ان ياخذ مهمه البرلمان فيشرع، لانه ليس منتخب، ولا الحكومه لانه مش جهه تنفيذيه. وبالتالي هو يعني تكوين المجلس هو يعبر الى حد كبير عن مختلف الاطياف اللي موجوده في الشارع المصري، وبالتالي سيحاول ان يصل الى توافق محدد بشأن قضايا حيوية يرفعها إلى السيد الرئيس ويحولها إما إلى قرارات تنفيذية باعتباره رأس السلطة التنفيذية، أو يحيلها إلى البرلمان لتحويلها إلى تشريعات إذا وافق عليها البرلمان. طيب، هذه هي الفكرة الخاصة من إن إحنا مش مؤسسة بديلة ولا ينبغي أن نكون مؤسسة بديلة. طب أستاذ عماد، يعني لما في مرتين وموضعين قريبين جدا يذكر فيهم الأستاذ ضياء أنه الحوار الوطني ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات القائمة في الدولة، الحكومة من جهة أو البرلمان من جهة أخرى، قال الكلام ده في الجلسة الافتتاحية وقال الكلام ده في المؤتمر الصحفي بتاعنا، فبيجي هنا السؤال، هل ده معناه أنه هناك البعض يتصور أن الحوار مؤسسة وأن له أن يملي ويضع قرارات؟ بطبيعة الحال نعم، ستتذكر هذا القول تكرر كثيرا حتى في المؤتمرات الصحفية اللي عقدها المنسق العام في بدايات الحوار، يعني بعد 3-4 جلسات ضياء رشوان قال بوضوح هذا الأمر، لأنه البعض تخوف أن يكون هذا الحوار يأخذ وظيفة جهة أو مؤسسة أو برلمان، وهو ما لا ينبغي له أن يحدث بطبيعة الحال، لأنه مرة ثانية دي مؤسسات قائمة ومنتخبة أو مؤسسات تنفيذية، فبالتالي هناك فارق كبير جدا بين وظيفة كل منهما. المجلس يناقش، يتجادل، يتوافق إلى أن يصل لتوصيات يرفعها رئيس الجمهورية. حينما تصل رئيس الجمهورية تدخل في المسارات التقليدية والطبيعية والقانونية، ومن هنا فكرة رئيس الجمهورية من حقه قانونا أن يتخذ القرارات الجمهورية التنفيذية باعتباره رأس السلطة التنفيذية، ومن حقه دستوريا أن يحيل مشروعات قوانين إلى البرلمان ليناقشها في صورة تشريعات. طيب.